خلية النحل بطريقة جميلة جدا، فطار جميل، وتعمل منه كوفي بريك في منتهى الجمال والدلال، عجينة قطنية سهلة. شايفين الجمال بتاعها؟ حاجة زي العسل. يلا نعمل أجمل عجينة خلية النحل، وطعم ملوش حل. نقول بسم الله. أول حاجة هجيب 180 جرام حليب، هحط عليهم 5 جرام خميرة، 60 جرام سكر، بيضة واحدة، هحط 25 جرام حليب بودر، ده اختياري بيخلي العجينة طعمها في منتهى الجمال. أقلبهم كويس جدا، وبعد كده زي ما انتوا شايفين لما تدوب كل المكونات هغطيها لمدة ربع ساعة، بعد كده هنزل عليها ب400 جرام دقيق. زي ما انتوا شايفين عملنا 400 جرام، عجنهم جوه الحلة عشان خاطر اتحكم فيها، بعد كده انزل اكملها على الرخامة. العجينة بالظبط بتاخد 7 دقايق عجن، مهم جدا لحد ما العجينة تفتح وتبقى الجلوتين فيها بتاعها يموت. بعد ما تعجن زي ما انتوا شايفين كده اهو، اجيب 6 جرام ملح على 70 جرام زبدة واخدم بيها بقية العجينة. العجينة دي عجينة بريوش طرية وسهلة، اخدم فيها لما العجينة تفتح وزي ما انتوا شايفين كده تلم وتنضف الرخامة نفسها. بعد كده بحطها في الوعاء واغطيها لمدة 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة تضاعف حجمها، ببدأ اقطعها واقسطها قطع صغيرة. لو انا عندي ميزان تبقى 50 جرام، ما عنديش ميزان هشتغل بايدي. قطع كلها متساوية، وبعد كده هغطيها. بدهن المولد بتاعي مقاس 26 وارص فيه القطع كلها جنب بعضيها زي ما انتوا شايفين، مش لازم ألزقهم في بعض، أسيب فراغ بسيط بينهم وأكمل المولد كله مع بعض مقاس 26. بعد كده هحطها تخمر. قبل ما تخمر بجيب ايه، معلقة عسل اسود ومعلقة مية، تقدر تحط عسل نحل، تقدر تحط دبس التمر، تقدر تحط حليب، بس اللي يعجبك. العسل بيديله شكل جميل وطعم مسكر، وبيخلي القشرة لونها احمر. عشان الشتاء بجيب الفرن بتاعتي بشغلها لمدة دقيقة واحدة بس، بطفيها وبعدين احط فيها الطوق بتاعي. بعد ما حطيت الطوق بالظبط بتاخد حوالي 45 دقيقة، اطلعها من الفرن وابدأ اشغل الفرن بتاعي على 190. بعد كده هلمعها تاني، واحدة بيضة، شوية حليب، وبعدين ألمحهم زي ما انت شايفين كده. وممكن تلمع لو ما بتحبش البيض يبقى حليب بس، ممكن أرش سمسم، حبة البركة، أي حاجة انت عاوز تحطها توبنج للكيكة. أول ما الفرنة بتاعتي بتوصل ل190 درجة مئوية أدخل فيها الكيكة بتاعتي وأسيبها بالظبط بتاخد 18 دقيقة. بعد 18 دقيقة أجمل وأحلى خلية نحل في الدنيا. أتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لأمي وأبي برحمة من قلبك، وشاركه مع الناس خليهم يستفادوا.